قطع راسي ما راح احكي بنوب. بعدين ما عيب عليك تكون زعيم عم تعمل معي هيك. راسي ما عم تعذبني. خذتك ولك اسمع، بدك تموت هون ما راح تطلع لحتى تحكي فهمان. ما راح احكي. مرهوم. حاضر معلم. بدنا هن هنا هن هن القتل. لو مات بين ايديك معلش حتى يحكي ويقر. حمار يا حيوان. ألف الحمد لله يا رب خفيت الحرارة. ما بعرف عم تجيني هبات هبات خالتي مرضى. ما قلبك شر درية وهي أحلى شوربة لأحلى درية. سلم إيديكي عم عزبكم معي. شو هالحكي لك درية؟ الله يسامحك. الله يديم المحبة. أعطيني لقلك أمي تقبلني أمي تحبني. بسم الله الرحمن الرحيم. يابي شو بدنا نعمل مشان نادر؟ والله يابي ما بيقر حتى لو تحت الضرب والتعذيب ما بيقر. المعنى يابي ما بفهم عليك. المعنى يابي من هون للصبح إذا ما بيان بتخبر الرجال باللي صار. إيه والله أخي أضمن وأحسن. يابي شو مشان سميحة؟ ما فينا نساوي شيء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل أحسن شيء بتقضي. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي على قامتهم إن شاء الله. لك وصلت فيهم المواصيل ياخذوا النسوان ويسلكموهم كمان. لك لك جبري لك لفرد سامي موت سالع حدا بابنه. الله لا يوفقهم يبلاهم بقتلهم. أبو جبري ما هقول كرمال إنه النسوان فوتوا المونة ومعهم بنتك. يجوا يقشونا نحن بالمعية؟ تملك فرق شو يعني؟ شو يعني؟ طالما في فسفسة بالحرق كل شيء جاهز. ولي على قامتي إن شاء الله. ولي على قامتي إن شاء الله. إن شاء الله ولي على قامتك. ولي على قامتك. ولي على قامتك. ساعة اللي جبتيها البنت هي أصلا وقت ما جبتيها ما شفت الخير. وحد الله وحد الله يا رجال. وحد الله إنه بزيتي ثلاثة أرباع أولاد الحارة. ما كنت تعرفي جبري؟ يو اسمعوا على هالسمعة. استغفر ربك. يعني لو جبنا صبي يمكن يكون يا مع جماعة عكاش يا عوايني للفرنساوية هيك أحسن؟ على حب النبي روق. روق شلون بدك يعني روق لك خليل ومرتي وابني بين الحياة والموت؟ شلون؟ بإذن الله الله ما رح يضرك فيهم. كلام الحكيمة ما بيطمن ابنه. فهمتني انه بين كل 50 مريض ليطيب واحد من هالمرض. يا سيبق ربنا قادر على كل شيء.